أول شيء بسم على اعتبار أنه في عودة للجماهير بكرة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. شوف قرار مثل هذا المفروض يفرحنا صح ولا لا؟ كان كأي واحد يحب كرة القدم يفرح، يبغى الملعب فيه جمهور، خاصة مباراة مثل هذه. مباراة بدون جمهور تنقص متعتها ب 70-80%. أوكي القرار يفرح من جهة، ولكن حقيقة يزعل كثيرا من جهة أخرى. والجهة هذه بصراحة يعني يمكن لما صدر القرار، أنا ما تكلمت في البرنامج يمكن يعني لي أسبوعين ما حضرت في البرنامج، لكن لما صدر القرار هذا بصراحة يعني أنا زعلت كثير، لأنه في قرارات خاصة بعد ما سمعت بعض القانونيين ومنهم رئيس لجنة التنظيم هذا السابق الدكتور أيمن الرفاعي الرائع، كان يتكلم إنه الموضوع في مخرج، في أمور، في أشياء تقدر تتخذها بحيث أنك ما تصل لقرار مثل هذا لمباراة الموسم. هذه مباراة الموسم، الاتحاد والنصر مباراة الموسم، يعني كل موسم في مباراة مباراتين، هذه مباراة الموسم، وأنا أعتبرها مباراة الدوري يا بوجود، ترى ممكن بعد شوية نتكلم يعني أعتبرها مباراة الدوري. ترى اللي أبغى أقوله دائما لما نتكلم مثلا في أشياء نقول نبغى اتحاد كرة قدم، رئيس اتحاد كرة قدم مبدع، أفكار جديدة، يغيروا في اللوائح مثلا، يبدعوا في أشياء. ما نبغى ناس تيجي وتمشي في نفس هذا، المنتخب يروح كأس العالم والحمد لله، منتخب يروح كأس العالم بيروح دائما الحمد لله، وأحيانا الاتحاد السعودي يكون ما له علاقة في وصول المنتخب لكأس العالم، يعني حتى لا نجح في حقهم، يعني يكون لهم شيء بسيط جدا. من ضمن هذه الأشياء لائحة مثل هذه أو قرار مثل هذا، يا أخي أنت قبل لا تمسك أي اتحاد كرة قدم، أنا أتخيل نفسي دخلت في هذا المكان كرئيس اتحاد كرة قدم، أول شيء أبدأ أشتغل، أغير في اللوائح. اللائحة هذه بالله يا كباتن، متى الناس تتكلم على أنه يا أخي واحد من الجمهور، واحد راح أنا أكره جمهور النادي الفلاني، روح أرمي قارورة ويخرج. من متى بالله الناس تتكلموا؟ من زمان صح؟ صحيح. إذن أنت يا أخي أبدع، طلع قرارات جديدة، طالب بكاميرات، يعاقب المشجع الفلاني بمعاد دخول الملاعب لمدة موسم، غرامات ما إلى ذلك. مش تحرم جمهور وتحرمنا إحنا، تحرم المتابعين مباراة مثل هذه بدون جمهور. فكان هذا اللي أقصده في من ناحية اتحاد كرة القدم بصراحة قرار كان أصلا خاطئ. أعطيك شيء ثاني بوجود رئيس الاتحاد اللي شوف اللي يجي يقول لك أنا لا أتدخل في قرارات اللجان، أنا أتابع فقط. لا يا أخوي، إحنا ما نبغى رئيس اتحاد يتابع قرارات، أنا ما أتكلم عليه هو بس، ترى في اتحادات كثير مرت وسائل اتحاد كذا مروا. لا يا أخوي، أنت رئيس اتحاد، أنت رئيس مجلس إدارة، أي قرار قبل لا يطلع لازم أشوف إيش الحيثيات وشلون اتخذت القرار. قرار مثل هذا والله لو واحد لو أنتوا رئيس اتحاد، ما بدي إيش أقول أنا، لو أنا معاكم رئيس اتحاد كرة القدم ما يطلع قرار زي هذا. وش لا لا لا، هذه مباراة الموسم، وش فيه، وش الحيثيات، وش التكييف القانوني، ما يطلع كذا. عشان كذا اللي ما احترام يعني رئيس الاتحاد اللي يقول لك القرارات تتخذ من هذا ما احترامي. انت كيف رئيس الاتحاد لازم انت تتدخل في كل القرارات، ما قلت تتدخل سلبا، تتدخل ايجابيا وتكون مطلع على كل القرارات. اذا القرار الان اللي صادر يفرحنا انه في مباراة في جمهور بكره، لكن اللي يزعلنا المباراة مشحونة شحن غير طبيعي. الله يعين الناس، ترى في ناس يقول لك الله يعين الصغار، لا والله الكبار، والله في كبار في فوق الستين ترى متشنجين لمباراة بكرة، في ناس من جد. أنت الآن لو طلع القرار الآن وعودة الجمهور بكرة أنت شحنتها زيادة ليلة المباراة، جاي تطلع قرار غير قابل للاستئناف وتم الاستئناف فيه، تم دحضه الآن، هذا كله سيلقي بظلاله على المباراة زيادة بكرة. يعني بكل أمانة يعني الله يكون في عون الجمهور، مساكين هم ضحية قرارات اتحاد كرة القدم الآن، إن شاء الله ما يكونوا ضحية إن شاء الله بإذن الله. ولكن أقول على الأقل يا أخي التشنج اللي دخل فيه الجمهور الآن جمهور الاتحاد أوكي في جدة صحيح، معظم جمهور الاتحاد، في جمهور الاتحاد برا جدة صحيح، جمهور النصر، في جمهور في النصر في جدة ومكة وفي برا، اللي بيروحوا بكرة اللي بيعمل حسابه يروح بكرة وإيش لو إيش لون يلا بكره مشينا والخط وهذا. طيب اقول للناس اللي رايحين في الخط، انا متاكد في ناس حيشغلوا الخط، هدوا برا الله يسعدكم وسامح الله اتحاد كره القدم على اللي سواه،
وربنا يوفق الفريقين بكره.